هبدأ أقول الخضروات والحاجات اللي بتبقى جميلة دايما بنحبها في محلات الأسماك، حطوا مجموعة كده من الخضار والتتبيلة حلوة، خلينا نقولها مع بعض ونشتغل سوا واحنا شغالين نحكي عنهم. عندي سمك أنا عامل النهاردة بوري، فتحته من الظهر، متوسطة، سمكة متوسطة على حسب طبعا عدد أفراد الأسرة. عندي طماطمتين مبشورين، عندي بصلة مبشورة، فلفل ألوان مشكل، كزبرة خضراء مفرومة، شبت مفروم، بقدونس، توم مفروم وعصير ليمون، خل، ولو في معلقة مستردة بتبقى جميلة، معلقة صلصة، معلقة زيت وملح وكمون، وطبعا كزبرة جافة، ولو حابين شطة أو قرن فلفل اللي يريح حضراتكم. دي وصفة السنجاري ما بين التتبيلة اللي احنا هنضربها مع بعض. الحشو بقى جميل، يعني الحشو ده ممكن نحط فيه جزر وكرفس وحاجات جميلة. عندي مثلا جزر وفلفل ألوان وكرفس لازم، كزبرة خضراء، وطبعا عصير ليمون أو شرايح ليمون زي ما تحب. السمك شكله جميل وإحنا مقدمينه الحقيقة بشكل لطيف. خلينا ناخد أول حاجة التتبيلة ونروح كده نضربها في الخلاط. أنا هعملها تتبيلة حلوة، كان في أحد محلات الأسماك المشهورة قوي في اسكندرية، ما يعني الواحد كان بيروح تلاقوا يقول لك ايه، بيمسحوا كده مسح على السمك، خصوصا لما تكون السمكه كبيره شويه، يعملوا لها كده مسحه بالمستردة وايه وتتبيله ثوم ومستردة وشويه كمون، وبعدين يعملوها الاول كده في الاول مع شويه زيت ويسيبوها الاول تتشمع في الفرن، بعدين يروحوا مدينها الايه التتبيله بتاعتها وتبدا تدي الطعم بقى والخضار اللي من فوق. فاحنا ايه يعني لقيت الطعم حلو لما سالت اتقال لي بقى المعلومه دي، فحبيت ان انا اضيفها لحضراتكم للي حابب انه ايه يستخدمها. طيب هناخد التتبيله بتاعتنا اللي هي عباره عن ايه بقى، هناخد الثوم ليكي معايا هنا، بصوا كده، خليني خليني اخد الاول ماشي دي والطماطم هنا، ونصبح على ام اسلام. صباح الفل. ايه صباح الهنا حبيبه قلبي، عامله ايه يا روح قلبي؟ الحمد لله يا كل حبيبتي. كل سنه وانتي طيبه يا روح قلبي. كل سنه وانتي طيبه، كل عيد حب وانتي طيبه حبيبتي، كل سنه وانتي سعيده معانا وحبيبتنا، ونورت الدنيا كلها يا حبيبتي. الله يسعد قلبك يا حبيبه عمري. ربنا يسعدك يا رب، اجعل كل حاجة بتعمليها في ميزان حسناتك. امين. حبس فيكي خلقه كمان وكمان يا حبيبة قلبي. امين يا نور عينيا، تسلمي لي حبيبتي. ربنا يبارك لك يا حبيبتي، وكل سنة وانتي طيبة حبيبتي. وكل كرو البرنامج كل عيد حب وانتوا طيبين. وانتي طيبة وبصحة وعافية. يا رب يخليكوا لينا، ويا رب يخلي قناة الأهلي ونادي الأهلي، ربنا يبارك لكم، كل سنة وانتوا طيبين كلكم. امين. ودايما يا رب كده من تقدم لتقدم إن شاء الله. امين يا روح قلبي، امين، وربنا يجعلك دائما نعمة في حياتك. حياة كل من يحبك يا روح قلبي. حبيبتي والله حبيبتي. كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة يا روح قلبي. ربنا يسعد قلبك. أمين. احنا وكل المستمعين يا رب العالمين. تسلمين يا أم إسلام، صباحك رضا من رب العالمين. حكينا يا حبيبتي. تسلمي يا روح قلبي، في حفظ الله يا نور عيني. وطبعا ببعت تحية لمدام سوريا، كل سنة وحضرتك طيبة يا روح قلبي. كل سنة كل أصدقائنا، كل عيلتي، أسرتي وإخواتي وأولادي طيبين، ويعني أتمنى من الله أنه ربنا دايما يعيد الأيام ويديم المحبة بين الناس. ودي دعوة جميلة على فكرة، ربنا يديم المحبة، دي دعوة في حد ذاتها أنه ربنا يديمها نعمة. يعني هناخد شوية بقى من الكزبرة، شوية من الكمون، رشة من الشطة، ممكن مكانها قرن فلفل أخضر اللي يحب يعني، وطبعا حطينا عصير ليمون، معلقه صغيره، مش هحط الخضره دلوقتي، خليها في الاخر. وهناخد شويه ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسيطه، فلفل، هنضرب بقى دول الاول، وبعدين اخر حاجه هنضيفها الخضره، مش هنضربها، الخضره هتتحط خضره عاديه نسمي لا. على فكرة الوصفة دي تنفع للفراخ كمان، الناس اللي بتحب التتبيلة الحمراء بتاعة الفراخ، مش ساعات كده نروح واحنا داخلين نشتري فراخ تلاقوا في بعض الأماكن بتروح عاملة بعض أنواع الفراخ كده متتبلة جاهزة، بيبقى عليها تتبيلة كده تلاقوها لونها محمر كده، لونها أحمر، بتبقى هي مكوناتها من التتبيلة اللي احنا عاملينها دلوقتي. لكن طبعا بيتحط بقى معاها بهارات الدجاج. طيب نفرش بقى السمك، تعالوا بقى نطلع السمكات الحلوة دي
ونحطهم. بصوا انا عامله لهم قوارب كده لطيفه، خليني ايه اوسع كده عشان حضراتكم تبقوا معايا. وناخد بقى السمكه. عايزه اقول لكم البوري ده جميل لانه مليان بالاوميجا 3 جدا، بس قبل ما بحط احط رشه ملح، مهم قوي عشان ما تلزقش، رشه الملح دي مهمه، او على الصاج على طول لو حضراتكم حابين. غني جدا بالاوميجا 3 وبيقلل كمان الكوليسترول الضار جدا، وفي نسبه حديد لانها بتساعد فعلا في علاج الانيميا وفقر الدم. بصوا عايزه اقول لكم بقى الناس السيدات الحوامل او المرضعات مفيد ليهم جدا. قالوا بقى نشيل ده كده نحط هنا. هاخد بقى شويه من التتبيله دي. كده هنحط بقى شويه منهم، هنسيبهم في جنب عشان دول هنحطهم مع الحشو، وهنفرد بقى كده خالص حتى ايه على السمكه كلها بالخليط اللي حضراتكم شفتوه ده، خليط بسيط وجميل. وزي ما قلت لكم نقدر نعمل بيها للفراخ، للناس اللي بتحب يعني تسيب حاجات جاهزه على التسويه على طول عشان نظرا للسيدات العاملات اللي بتبقى ايه وقتها ضيق كده. وهنا كمان في ناس تحب تمسح بفص توم الاول، واحنا عملنا ده قبل كده، بس انا دايما بحب اقدم لحضراتكم حاجات مختلفه عشان يبقى عندكم اكتر من طريقه تفضلوها. هناخد بقى شويه من الايه الخضره القمر دي، شويه بقى بقدونس على شبت على كزبره. لا حطيناها مع الخليط، احنا حطينا كل العصير الليمون والكمون والحاجات دي مع الخليط بتاعنا، مع المستردة، معلقة صغيرة، مع الحاجات الحلوة دي كده تمام. في ناس بيتلخبطوا شوية بين السنجاري أو اللي هو البوري اللي بنعمل بوري والتبار، لأن هما شبه بعض، بس لا التبار بيفرق ليه بوز كده هتلاقوه. البوري فيه بق مفلطح كده يعني تلاقوه مش مدبب شويه، بيبقى نص قوس كده يعني بيبان شكله، لكن التبار بيبقى العكس، شفايفه بيبقى ارفع وليه بوز كده ولونه مايل للاسود اكتر، عشان بس نبقى احنا ايه مع حضراتكم. ده بيحصل ساعات والله. هاخد كده بقى الحشو اللي انا عايزه احطه على الوش، هاخد شويه من الزيت. بسم الله. عايزين تستكفوا بيه كده اوكي، هي حلوه روعه، بس احنا بنحط الحشوه، في ناس بتحب تاكله مع الحشو مع الرز بيبقى جميل قوي. انا مش هعمل حشو كتير، هم حاجه بسيطه كده على قد الكام سمكايه. بسم الله. وشويه من الكرفس. شويه جزر. شويه فلفل كده بسيط. احنا عايزينه كده ايه يعني ما يبقاش مستوي 100%، احنا يا دوب بس زي ما بيقولوا بندبله حاجه بسيطه، رشه بس ملح خفيفه، رشه فلفل، وطبعا كمون، ورشه كزبره، واحط نقطه عصير ليمون، ومن الثوم. نقطه مستردة عشان ياخد من طعم السمك اللي احنا حطيناه. الريحة روعة. بصوا كده حبة كده حلوين. حطينا بقى احنا كمون، بس هزود بس شوية كمون حلوين كده، وكزبرة. خلاص اللي عايز بقى يحط شوية خضرة تاني مفيش مشكلة، بس احنا حطينا خلاص اهو. الفرن عندي سخن حرارة عالية وما بياخدش وقت على فكره، وما تسيبوش لما ينشف، مجرد بس ما يبدا يتشمع كده. هنحط بقى هنا كده الحشو القمر ده على السمكات الحلوه. اكله جميله مغذيه، الولاد محتاجين بعد رجوعهم من الدراسه يعني ياكلوا اسماك خفيفه، وفي طبعا الماكريل، احنا اتكلمنا عن الماكريل وعملناه قبل كده، فالاسماك المتاحه
نستخدمها، لانه احنا عايزين ندعم برضو الولاد، لابد ان تكون في وجبه على الاقل سمك مره حتى كل اسبوع او اسبوعين على حسب محبه الاسره او تقبلها للسمك ازاي، عشان بس الولاد وعشان التغذيه. طيب هناخد بقى الحاجات الحلوه دي وهنروح كده على الفرن. ثوم هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر ماشي حبيبتي، خدت بالي، تسلم ايديك يا نودي، شكرا يا روح قلبي. بصوا كده نطلع بقى هنا بعد ما نحط السمكات هنا، هتاخد لها على حسب 12 دقيقة ربع ساعة على حسب درجة حرارة الفرن. وتعالوا بقى نقفل